فرضنا سلموك لجنة تنظيم المدينة، شو بدك تعمل؟ دور على بيوت العالم واحد واحد وتفهمون أهمية المشروع مشان يوافقوا على الهدم. وين بدك تعمل البنايات إذا ما هديت البيوت المخالفة؟ بالزعطية مساحتها 80 درهم، فيها 3120 بيت على مساحة 70 درهم. أنا راح أعمل بها 10 درمات البقيانة. البقيانة من إيش؟ بساتين من الغوطة، بدي قص الشجر وأطلع أربع بنايات سكن فيها العالم. وأصحاب البساتين؟ فوراً بعطيهم الأرض يزرعوها من البيوت اللي أخذناها من العالم. واحتمال ها يطلعوا مساحة أرض أكبر من المساحة المصادرة. شو استفدنا؟ أصلاً كلها الطوشة مشان نطلع بدل إسمنت شجر، وهن بدي يطلعوا الشجر. بتعرف يا ميزون؟ إذا توفى على الدراسة الغوطة من هول 20 سنة بترجع مثل ما كانت. ومين رح يدفع تكاليف الهاد والعمار وغيرها وغيراتها؟ الدولة. الدولة من وين بدها تجيب مصاري؟ تقسم الرواتب الموظفين المستفيدين من المشروع، واقساط شهرية لغير الموظفين مثل الجمعيات السكنية. ايه ما حدا رح يقتنع. لك حدا بيكون صحح له يسكن بدار بينتقل وبيسكن ببناية وليه معتقدة؟ مثل ما كانت. البيت اللي ساكن فيه حضرته مخالف، إذا عم يفكر بمصلحته ومصلحة أولاده لازم يساعد بوقف زحف الإسمنت. ولا دمشق الفيحاء يا ميسون، راح تصير صحراء بعد 100 سنه ما تسكن. لك جوزك دب، الحمار بيوقع بالجوره مره واحده بيحيد عنها بالثانيه، جوزك بيوقع فيها 10 مرات وبيضل بيمرق من فوق. ها بالعكس ماما، هذا المشروع مفعول على المدى الطويل. بتعرفي اذا تطبق شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ بين كل بنايه وبنايه في حديقه وملعب للاطفال، وكل بنايه الى كراج، وكل البنايات حواليهم بساتين. سمعانه في هالمحل، هذا بيروحوا عليه أهل الخير بعد ما يموتوا. ايه مزبوط، نبيل ناوي يساوي البلد جنة. لك جنة جنونه نبيل وبده يجننا معه، العالم عم تحلم بالجنة لأنه حاسة حالة بجنة. شو بكتير لأنه إذا صار فيه مي وخضرة ما حدا بيبطل يترك. طيب شو خسرانين نحنا، خليه يجرب. تروح يقتل لغيره عم يدفع مصاري مشان يحطوه بلجنة تخطيط المدينة، باب رزق وانفتح له، ما بيهناله عيش إلا إذا طبشوا بوشه. وجع. شو عملت؟ ايه شو بيعرفني؟ عفورة عفورة عفورة. ايه شوفني شو بعمل؟ حذري نبيل شو عامل؟ ضارب رئيس لجنة التخطيط واخذوه على الحبس. مين قالك عمو؟ شاب ابن ابو شاب كان عم يعقب معاملة هنيك، شافوا وجاح طينه. ما عرف ليش؟ ما بيعرف، بس الموظفين قالوا له نط من فوق الطاولة ودق في غانيه. وانت ليش كل هالقد مبسوط؟ عم بصور نبيل شلون نط. أنا راح ألعب نبيل. ليش أنت بتعرفي وينه لحتى تروحي لعنده؟ ماما أكيد بالقصة تبع المصنع مركز اللجنة هونيك. خلي عجاجلك أنا يروح معك، أنت حرمة مو حلوة تروحي لحالي. نبيل نط على القصر. وليش خايف؟ شو بدهم ياكلوك بالقصر؟ لو كنتي مثلي صاحبة سوابق كنتي بتعرفي ليش أنا خايف. إيه بس هالمرة هن مو طالبينك، أنت رايح بغير سبب. أنا كل ما أسمع كلمة مخفر بدني كله بيصير يرجف. شو يعني؟ بدك ميسون تروحي حالها يا هني؟ لا لا تروح لحالها، أنا بروح معها بس ما بحكي ولا كلمة. وليش بقى؟ أنا أول ما أفوت بدخلة المخفر لساني كله بالربيط. طيب بتعرف محله بالضبط؟ هي بعرف لك ما بعرف، صاروا داعييني عليه 3 مرات مشان التعرف. لك يقطع عمره واحد غيره بيتحين الفرص ليمشط له دقنه للمدير. إيه بيكرهه للمدير، يكرهه ما قلنا شيء، بس ما يبين على حاله يلطي حتى تحين الفرصة مشان يستوي على محله. سيدي خليه يتربى من كيسه. شو من كيسه؟ هو ما عم بتآذى، نحن اللي عم نتآذى. وانت ليش عم تتآذى؟ 20 معاملة مقدمهم للجنة وقبضان عليهم، هلا برجعوا لي اياهم كلهم مع عدم الموافقة. لك انت شو دخلك حتى يرجعوا مع عدم موافقة؟ ما انا عن طريق نبيل مرقوا. اوف، ليش نبيل صار يابا؟ لا بس انا كذا مرة شفته باللجنة اخذته مباوسة، قلت المدير بقى لي عليه كرمال خاطره. شو انا قلت له يجي يعني؟ مين قال له يروح وراي؟ امي قالت لي وانا قلت له مشان ما اروح لحالي. انت اصلا ما في داعي انك تروحي. هلا المهم شو بنقول لهيفا؟ ما راح ابي عنها شيء، بدي احكي لها كل شيء صار معنا. ما دخلني انت الا انا ما بقول لك. ها الحمد لله على السلامة يا سهري، شو طالعوك من الحبس؟ طالعوني بس قشوا العجاج. عجاج؟ ليش قشوا؟ اصلا كانوا عم يدوروا عليه مشان التعرف، بس عنوانه ما عندن، عم يدوروا على عنوانه كان. ليش شو عامل؟ في وحده وانا مسروقه مسجله مشتبهه فيه. وانت ليش دقيت بخوانيقه للمدير؟ ما كبشته منيح، لو كبشته منيح كنت خلصت عليه. ليش شو عملنا؟ لك الحقيقه
الحقير يا مرت عمي عمال بردي دراسة التوسع الشاقولي، لك إلي شهرين شهرين عملت عيوني يا مرت عمي، والله عملت عيوني يا جماعة. لوقت ما خلصت تعرفوا شو قال لي؟ قال لك طز. لا ما قال لي طز، بس هز براسه وقال إمتى بدي بطلوا يبعثوا لنا أولاد على اللجنة؟ شو فاتحين إحنا هون روضة قطافين يعني؟ وأنت طول بالك علي يا رجل، بجوز عم بمزح. لك شو عم بمزح ما عم بمزح؟ سفاني بالمعاملة بوشي وقال لي إذا مفكر حالك حمار مو كل الناس حمير.